بعث مستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال. هذا وفي نص البرقية تقدم رئيس مجلس النواب للسيد الرئيس السيسي بأصدق التهاني وبأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، ومعربا عن تقديره لدعم السيد الرئيس الكبير والمتواصل لعمال مصر ولكامل ثقته في جهوده العظيمة والمخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على أرض مصر الغالية.